تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. رحبت المملكة العربية السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر مسؤول قوله إن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركا حازما وسريعا. رحب سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها قطر إلى ضرورة التوقف فورا عن تمويل الإرهاب. وقال العتيبة إن الخطوة التالية هي أن تقر قطر ببواعث القلق وتلتزم بإعادة النظر في سياستها الإقليمية، ما يوفر الأساس الضروري لأي مناقشات. أفاد مراسل أخبار الآن أن قوات الأسد قصفت مدينة درعا بصواريخ الفيل في الوقت الذي تقصف فيه الطائرات الحربية أحياء المدينة بالصواريخ الارتجاجية. وتواصل قوات الأسد وميليشيات إيرانية تحت غطاء من الطائرات الروسية حملة واسعة النطاق على مواقع المعارضة المسلحة في محافظة درعا في مسعى لانتزاع السيطرة مرة أخرى على الحدود السورية الجنوبية. استعادت القوات العراقية السيطرة على حي الزنجيل المحاذي للمدينة القديمة آخر الأحياء المتبقية تحت احتلال داعش في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودت إن القوات على الفور شرعت بعمليات واسعة لتأمين الحي من أفراد داعش والمخلفات الحربية، مضيفا أنه تم العثور على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة التي كانت بحوزة التنظيم. قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في العاصمة البريطانية لندن إن منفذي هجوم جسر لندن حاولوا في بادئ الأمر استئجار شاحنة كبيرة، مضيفا أن هؤلاء الرجال كان لديهم مخزون من القنابل الحارقة في صندوق عربتهم ونفذوا الهجوم الدامي بسكاكين. وأشارت هذه الاكتشافات ولا سيما خطة استئجار شاحنة إلى أن الهجوم كان يمكن أن يؤدي إلى سقوط عدد أكبر من القتلى. أظهرت دراسة كندية حديثة أجرها باحثون في تورنتو أن الأطفال الذين يشربون الحليب من فول الصويا أو الأرز أو حليب اللوز أو جوز الهند قد ينتهي بهم المطاف إلى أن يكونوا أقصر طولا من الأطفال الذين يشربون حليب البقر. وأرجعت الدراسة ذلك إلى أن بروتينات الحليب وعوامل النمو مثل الإنسولين التي تحدث بشكل طبيعي في حليب البقر تعطي ميزة في النمو الطولي. نهاية الموجز، في أمان الله.